وعليكم استاذه انجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ارجو ازيك يا بس من دكتوره نادر؟ الكنترول مره واحده، انا ببقى سامعه التليفون مره واحده الاسم. تمام دكتور. اتفضلي يا استاذه دلوقتي انجي. انا في عندي سؤالين. اتفضلي يا ست انجي معاكي. السؤال الاولاني، ايه كفاره الامتناع عن العلاقه الزوجيه برغم ان زوجي عنده مرض وحش جدا لان كان ليه علاقات محرمه قبل الجواز، فهو كان اذيني بيه شخصيا، فانا امتنعت لحد ما هو يتعالج وكان رافض ان هو يروح للدكتور، واقسم بالله ان هو ما يروحش للدكتور ولا يكمل علاجه. تمام. السؤال الثاني. السؤال التاني، ان انا دلوقتي جوزي سايبني عند اهلي بقى له حوالي 5 شهور وما بيصرفش عليا، ومش عايز يعمل اي حاجه، وفض شقتي وخد كل حاجه، كل مستحقاتي كلها خدها دلوقتي، وهو بيهددني قال لي لو رفعت قضيه طلاق او قضيه خلع واسم جيش محضر هقتلك انت، هقتل ابوك واخواتك الاثنين بالنار وانا قاعد في الشغل من غير ما حد يعرف عني حاجه، فانا مش عارفه اتصرف ازاي. يعني هو اللي عايز يطلقك، يعني هو عايز يسيبك عند اهلك كده ومش عايز يطلقك وبيهددك؟ بيهددني بقتل اخواتي الاثنين ووالدي بالنار لو انا لو اسمه جيش محضر، وهو عارفه ايه؟ هو ليه انت ناس كنت قرايبه متجوزه وما ليش بلطجي ولا شعب ايه وكده. انجي؟ قوليلي، متجوزه بلطجي ولا ايه؟ ما هو انا مش عارفه والله، صفاته الغالبه عليه كده يعني؟ ما انا ما كنتش اعرف حاجه، يعني ما كانش في اي حاجه ايوه، من لكن دي. انتوا لما سالتوا عليهم لقيتوهم ايه؟ وسطهم ايه الاجتماعي؟ يعني هم ايه اللي عرفت ان هم بيتصل عيلة، بمنتهى الجرأه ويقول هقتل اخواتك واقتل ابوكي؟ يعني ده، يعني ده عايش دور البلطجه قوي، او هو بلطجي فعلا؟ ما سمحتش يقول كده، عاقل يعني؟ علشان هو ليه ناس قرايبه في مجلس الشعب وهم من عيلة كبيرة قوي اسمها عيلة زايد في احنا بس الجيزة. مش عايزين نقول اسامي يا انا انجي، مش معلش عايزين انا نقول اسفة، اسامي. وهو لو عنده 10 من عيلته في مجلس شعب، ما فيش حاجه من اللي بيقولها دي هتحصل. ما هو اعرفش بس هو بيفتقت، هو بس يعني ايه، بيرهبك بهذا الكلام. هيعملوا له ايه يعني؟ مش هيعملوا له حاجه يا انجي. نزل القايمة، فهو خد كل حاجة. والدته لما جيت انا لجأت لها بتقول لي انت اللي تحت درسنا، احنا مش تحت درس حد، انت اللي بقيتي مدام، ما كنتيش كنت وما بنت فيش اي مدام، محاولة للاصلاح بدل الكلام الغلط اللي داير بين العيلتين ده؟ ما فيش اي حاجة. هو دلوقتي المفروض المرة الوحيدة اللي هو اتصل بعمتي علشان ان هو يدور على حل، كان بيطالب ان هو ياخد الذهب، هات الذهب علشان اديكي منه المؤخر بتاعك، ابيع واديك المؤخر بتاعك، فغير كده لا. طيب لو انت عايزه تطلقي، ليه ما كلمتيهوش في مساله؟ خلاص، هو طبعا انت مضطره وهو يعني بياخد حقك، بس انا في ظرف، الظرف ده معناه ان انا ممكن اتنازل عن ده تبريه عشان مساله الطلاق، ولا هو عايز يستحل ده على نفسه؟ هو حر، انا مش يلقى الله عارفه، وهو زان براحته. هو مش واصل معايا لاي حل، هو كل اللي هو عامله ان هو خد كل لا، حاجه. لو انتوا واقفين، بصي يا انجي، احنا برضو ممكن، احنا من جهه، لما انا الاقي ناس بلطجيه وبتتعامل بالطريقه دي وبتستقوى ببعض، انه في العيله عندهم وظائف او انه حد هيسنده، ما حدش هيسنده، ده كلام يعني ايه؟ ده بيرمي كلام كده. هو لو اخطا هيتاخد بخطئه، واحنا ما اقولش بقى لا، احنا اللي ممكن نكون بقى ايه، عايز ياخد الذهب وعايز ياخد المؤخر بتاعي وحقك، ما حدش يقدر يقول لك حاجه. لكن لما انا الانسان عنده خيارات والخيارات كلها اصعب من بعض، فبرتكب اخف ضررا يا انجي. يا شكرا دكتور على انا تليفونك. اتنازلت عن كل فانا حاجة، اتفضلي. اتنازلت عن كل حاجة قهر واجبار، يعني هو خد كل حاجة ما اصلا. هو بصي يا انجي، انا يعني انا فهمك شيء دلوقتي، وارجو ان احنا ما نكوناش يعني جنينه على حقك، لكن اشكرك يا انجي على التليفون. انا دلوقتي مع ناس بتتعامل بطريقه زي بيقول لك انا هقتل كذا وهقتل كذا، وبيخوفكم وبيستأسد بمن في عائلتي، وهو بيفتري والكلام ده، هو بس كلام كده بيقوله. وحتى لو شككنا او في نوع من الشك انه هذا الانسان قد يستطيل علينا باي شيء، محضر يتعمل في قسم الشرطه، ان لو انا حصل لي تم تهديدي من فلان بانه قد انه يأذيني او يأذي كذا او كذا. لكن انا مش عايزاكي تدخلي في مشاكل لو هو حد بهذه الصوره السيئه. فانا هعمل ايه يا انجي؟ نرتكب اخف الضررين. هو عامل الفيلم ده كله عشان تتنازلي عن المهر بتاعك اللي هو في صورة الشبكة اللي اشترطوها عليه والمؤخر، فراجل عايز يقابل ربنا وهو زان براحته، لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بذلك. الرجل الذي يتزوج المرأة وفي نيته الا يدفع اليها مهرها ثم مات على ذلك، لم يلقى الله الا وهو زان، زيه زي من ارتكب جريمة الزنا. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما صور هذه الصورة وشبهه أو وضع موقفه أو جعله في موقف مرتكب كبيرة الزنا للتبشيع
عشان ينفر النفوس من الوقوع في ذلك وهضم حق الزوجة الذي افترضه الله سبحانه وتعالى، وقال ده يعني وجعله نحلة. نحلة يعني دين، دين لابد ان انت بتقوم بيه وتؤديه استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. اجي انا عايزه استمر اضغط عليها، ندخل في خلافات مع بعض وندخل في عند، ويبقى في النهايه ان انا عايزه استمر هذا الحق الذي ليس لي اي حق في ان انا اخده، حتى لو لم نتفق. اتقفل الباب ودخل على زوجتي وجب لها المهر الا في استثناءات معينه. انت دلوقتي سايبني انا معلقه، لا انا زوجه ولا انا مطلقه، فاستطيع ان انا امارس حياتي او اخرج نفسي من هذا الضيق الذي انا فيه. لما بنبقى في المواقف دي يا إنجي، لابد إن أنا أرتكب أخف الضررين، يعني أختار الأمر اللي من شأني يخرجني من المأزق اللي أنا فيه بأقل خسائر. ساعتها الذهب هيهون والفلوس هتهون وكل شيء يهون، عشان أحصل أنا على حريتي في هدوء. أنا مش المفترض، أنا طبعا ممكن ترفعي قواضي وكل شيء، لكن الأمر ربما يطول قليلا، فأنا مش عايزاكي تدخلي في صدام، ومش بشجع ان الوحده تكون سلبيه، لكن انا اوزن ايهم اقل ضررا، ارفع القواضي ولا اتنازل واحصل على طلاقي، ولو اني اشعر انك انت مش عايزه الطلاق، وفي ذات الوقت انا اخشى عليكي من مثل ذلك الزوج الذي استمرأ هذه الحقوق على هذه الطريقه. ساعات الناس بتقف بقى على الكرسي والكنبه والفلوس، حقك، ما اقدرش اقول حاجه، لكن احيانا الانسان بيتحط في مواقف عليه حقوق لكن قد أتنازل عن بعضها أو عن كلها، يعني نظير إن أنا أخد حقي أو حريتي، ببقى مضطرة لهذا الأمر. طيب أتنيني على يعني زوجة لهذا الزوج الغاصب البلطجي اللي عمال يقول لي أنا قريبي فلان وأنا أقدر أعمل كذا، ولا إن أنا أخلص من الزيجة المتعبة اللي أنا دخلت فيها وأقحمت نفسي فيها وتعجلنا في أمر الزواج؟ يبقى الإنسان يوازن ويختار أقلهم ضررا يا إنجي.